عايز اخدك بقى لعناوين لبعض الاخبار. في مناصب التتويج شفنا احمد عبد القادر بيتكلم مع الكابتن محمود الخطيب. تفسيرك للقطه دي ممكن تكون ايه؟ والله اتمنى ان احمد عبد القادر يتكلم كتير مع الكابتن محمود الخطيب. يتكلم كتير جدا. يعني نصيحتي لاحمد، كل ما تشوف الكابتن محمود الخطيب افتح معايا حوار. ليه؟ بجد والله احمد فني، احنا يعني موهبه لا يختلف عليها اثنين. هربط اللي انت بتقوله ده بماتش امبارح. انا بقول لاحمد عبد القادر بجد والله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيديك موهبه قلما نجد. الموهبه دي عند رمضان صبحي، ورمضان اللي مشاف رمضان من ساعه البطوله الوديه بالامارات لفريق تحت 23 سنه اللي كان فيها الاهلي والزمالك وبعض الفرق الاماراتيه وبعض الفرق الاوروبيه، واول مره كنا نتفرج على رمضان صبحي وكلنا قلنا ابو تريكه الجديد وتوقعنا له مستقبل باهر 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 باهر، قلنا الراجل ده خليفه ابو تريكه، نفس التقوس بتاع القدم، نفس الترقيصه، نفس الاستلام، نفس كل شيء. ورمضان صبحي مر طبعا يعني ايه بتغيرات كتيره على المستوى الفني والجسدي. النهارده انا بقول لك هو بكل امان، وبقول للناس كلها بكل امان، للناس اللي لعبت رياضه فاهمين، خلي بالك في التنافس والله في سماء الفلوس ما ترضيك ابدا ابدا والله ابدا. تلعب واللي بيلعبوا العاب فرديه يفهموا كلامي كويس جدا، لان احنا بنتكلم، خلي بالك يا محمد، بنتكلم على مستوى اللاعب الفردي مش اللاعب الجماعي. خلي بالك اللاعب الفردي الرياضي بيلعب لعبه فرديه، لو دخل في منافسه وحطينا له قلنا له اخسر الماتش ده وخد مليون جنيه بس الرايفل بتاعك هيحفل عليك، والله في السماء ما يوافق يخسر قدام حد مش رايفل، ما فيش مشكله. في رايفلتي لا، في تنافسيه لا، يفضل طول حياته ولا حاجه، لو وافق مره ما يوافقش تاني. يعني عايز تقول ايه لاحمد عبد القادر؟ مش عايزين يجي يوم نقول لك زي ما بنقول وقت رمضان صبحي، رمضان صبحي خسر كل حاجه، السنين بتجري خلاص، واللي بيفوت في الكوره السنين خلاص بيفوت في الكوره حصان طيب بح ما ترجعش تاني، مهما تظن انك هتاخد فيتامينز ومهما تظن انك هتزود من الاحمال البدنيه بتاع، انسى خلاص، شكرا، اللي راح عدى بح خلص. رمضان النهارده كان ماشي في تراك، وانا اسف انا اسف انا هقول لك مثل دارج جدا جدا جدا، البطن ما بتاكلش اكتر من ساعتها، مهما كان معاك فلوس هتيجي عند حته وخلاص، هتجيب كل حاجه، هتجيب الفيلا انت عايزها، هتجيب العربيه انت، كل حاجه هتجيبها، بس هتيجي عند ليميت. النجاح ملوش ليميت، النجاح ملوش البطولات ملهاش ليميت. لا 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 مش بطولات، النجاح هو النجاح ليه ليميت، النجاح ملوش ليميت. هو رونالدو لغايه النهارده شبع؟ لا ما شبعش. والقصه قول كده لرونالدو، روح قول لرونالدو ده مين ده، رونالدو وافق على عرض النصر بسبب الرايفاليتي مع ميسي ومبابي، وافق ليه؟ عشان يتقال ان هو اكتر راتب للاعب في التاريخ. حتى في الموافقه دي ما كانتش عشان خاطر الفلوس بس، لا ده عشان خاطر يتكتب كذا في المنافسه بينه وبين ميسي. المنافسه هي اللي بتخلي الرياضي دايما عنده شغف. فاحمد عبد القادر بكل امانه والله لو ما خدت بالك، وانا بقولها لك بصوره جامده، لو ما خدت بالك في يوم من الايام انت هتندم وهتزعل ان انت كان عندك موهبه كويسه وما قدرتش تستغلها بشكل كبير.